ساعة ساعة قاعد مستنيكي. انت هتهزر ولا ايه؟ حقك عليا، اسف على التأخير. علي، احنا هنقعد في الموال ده كتير ولا ايه؟ انهي موال؟ علي اهو، طول ما انتي مستعجلاني كده مفيش اي حاجة هتتم. الست دخلت $1,000,000، عارف ده معناه ايه؟ معناها ان معاها قده 20 مرة ويمكن اكتر كمان. بالظبط، اسم الله عليك، اديك فهمت. عشان كده بقول لك واحدة واحدة. تاتا تاتا، دي سمكة، سمكة في بحر، أنا عايز البحر كله، عايز أعوم. بقول لك إيه؟ على رتمك ده هنشوف كمان 10 سنين، ماشي؟ أنا بقى ما عنديش عمر أهدره، وعندي كتير عايز أعوضه. إنجز، وإن كان على الحب حب براحتك يا سيدي، إنما المصلحة شهل. هتعوضي ما تقلقيش، هتعوضي وبزيادة كمان. هاي قلب أختك، عملتي إيه؟ قلب أختي طالعة من بقك زي السم ما شاء الله. اخلصي يا شو، عملتي إيه؟ عملتي إيه في إيه؟ هو عيل تايه بندور عليه؟ ده نصاب يا ماما، نصاب محترف، نصب عليكي وعلى غيرك قد كده. وهستنى حضرتك لحد إمتى؟ لا يا حبيبتي، وتستني على إيه؟ ما تفوكك مني خالص وتروحي تشوفي حد يجيب لك الفلوس غيري. دلعي دلعي، فرصة وجات لك لحد عندك. اتزبتي بكلام يا شاهي. أنا كلامي كان معاكي واضح من الأول. قلت لك خليكي بره الصورة لغاية لما فلوسي تيجي لغاية عندك، وأنتي وافقتي. إيه بقى؟ ماشي يا شروق، أما نشوف آخرتها إيه. آخرتها إيه يا حبيبتي؟ إحنا لسه في الأول يا ماما. على رأيك، شكلها هتحلو. ماشي يا حبيبتي، مستنياكي. سلام يا بنت أبويا. أنا مش عارف أعمل إيه تاني. مش عارف أعمل إيه، كل حاجة على إيدك. بقى علي فاهم بيسأل يعمل إيه مع واحدة ست؟ هي القيامة قامت ولا إيه؟ أهو أنا جاي من عندها عليكي عشان ما أسمعش البقين اللي مالهمش لازمة دول. قولي لي أنا قصرت في إيه؟ سايب شغلي ورايح عليها وعمال أظبط وعايز أتكلم وأظبط الدنيا. صدرت لي وش رجلها. أعمل إيه؟ خليها تتكلم بالعافية؟ أنا قلت لك إنك ما عدتش نافع، ما صدقتنيش. بلاش البقين اللي مالهمش لازمة دول. طب اهدى كده وخد نفس ليطقلك عرق. ها؟ هتخنقيني، هقوم امشي. يا حبيبي انا كل اللي بقول عليه انه البنت دي محتاجه تكتيك جديد. نشوف حد قريب منها، نجيبه سكه، نشوف لها حاجه قديمه، نشغل نفسنا يعني. غلط غلط، افهمي بس مش صح. احنا بدانا ندخل جوه البنت. البنت بدات ترتاح لي وبدات تظبط معاها الدنيا. احنا بقى نستعجل ونبوظ كل حاجه. يعني البنت فجأة كده قالت لك أنا مش رايقة للشغل فجأة؟ لا والله أقسم بالله ده اللي حصل. هي مجنونة، مجنونة زيك. البنت 60 مجنونة. وبعدين أنتِ في حاجة تانية أنتِ مش واخدة بالك منها. أنا ما ينفعش أبقى باين إن أنا مدلوق على فلوسها. أنا لسه عارفها قريب. لو حاسب بقى إن أنا جاية طمعانة تعمل إيه؟ ممكن تقول بلاش من كل حاجة، خلاص باظت كل حاجة. وجهة نظر برضه. نتقل بقى كده ونعمل طبخة مظبوطة. ونسويها على نار هادية عشان ما تتحرقش. ماشي يا شيف علي.